في دور المجموعات دائما هناك هامش مناوره، وهامش مناوره تخدمك فيه الكثير من المعطيات. المنتخب المغربي كان قد لعب مع هذا المنتخب تنزانيا قبل اقل من شهرين، فاز عليه في عقر داري بهدفين ووضع لك الجزاء، اي ان هناك تسيد واضح. صحيح ان المدرب غير الكثير من الاسماء ولعب بتشكيل مختلف بسبعه عناصر مختلفه مقارنه، ولكن انت لديك سبق ذهني، ونحن تحدثنا عن المنتخب الجزائري ومشاكله في الدينية. الجانب الذهني، انت متقدم، هو يقابل رابع كاس العالم، هزمه في عقر داره، ثم تاتي ظروف المباراه لتخدمك. كانت هناك بعض المعاناه لم نشاهد حلولها الا بعد البطاقه الحمراء في الدقيقه 70، كان هدف مقابل لا شيء، 77 جاء الهدف الثاني، وفي 80 الهدف الثالث، بمعنى ان مثل هذه المباريات قد تصادفها. جاءت المباراة الثانية، كانت هناك بعض المشاكل، هناك من يتحدث عن الرطوبة، عن الطقس، عن الحرارة، هذه أمور أنا بالنسبة لي عامل مشترك ما بين كل المنتخبات التي تلعب في هذا التوقيت. المباراة الثالثة برأيي هو النجاح بالنسبة لي. بالنسبة لي أنا النجاح المنتخب المغربي في المباراة الثالثة، لأنه قام بتغييرات واستفدنا من عناصر تعطي الحيوية والانسيابية والسلاسة في الأداء. عطية الله عناصر ما كانتش متوفره بعد عطيه الله، كتكلم على عطيه سيباري هو الكعبي الذي برايي لم ياخذ فرصته في المنتخب المغربي. اعتقد اليوم نتحدث عن منتوج معك في النقطه كروي، عن منتوج كروي مختلف تماما. التعاطي مع المباراه كان مختلف. الشوط الاول لولا الرعونه كان ممكن ان ينتهي بثلاثه واربعه، وهذا هو الورش الذي يجب ان يشتغل عليه، لان في خروج المغلوب هنا لم اقول لك المجموعه، خروج مغلوب لابد ان تكون هناك خروج مغلوب فاعليه، يجب ان تكون فاعليه، لان احيانا فرصه واحده او ممكن ان تغير او نفس فرصه كتخليك تمشي يعني للدور القادم. في اللقاء ضد المنتخب الزامبي بالامس، اذا وليد الركراكي كما تابعنا يعني تابع اللقاء من المنصه الشرفيه بعد القرار ديال التوقيف ديالو من كان، وعلى يعني دكه البدلاء تواجد. نعم هذا افضل موقع للركراكي، لانه يرى الملعب بشكل افضل، وهذا مدرب يعرف كمدربي الركبي، المدربين ديال الركبي ما كيجلسوش في البونتوش، كيجلسوا الفوق، ولكن كتكون هناك تواصل وان كومونيكاسيون اللي ولات كاينه في كره القدم، لان في الاول كانت كتمنع. ياك يا سمير في الاول كان كيتمنع. دابا غنصحوا المدربين يطلعوا للمدرج، والله لازم شوف في اطار التطوير، في اطار التطوير. اسي بدر الدين، شوف هذه ممكن. علاش غنشكر لك؟ علاش؟ لان من الرياضه اكثر يعني اكثر صعوبه في لا جيستيون تاكتيك وديال لو بيريمتر ديال التيران هي مثلا الركبي. نعم والركبي المدربين كاملين كيجلسوا، ماشي مدربين، راه برلمان ديال المدربين كيكونوا جالسين وكياخذوا قرارات. الدوري الانجليزي منصه الجلوس اللاعبين قريب من العشب الملعب، من العشب. لا لا لا.